ويا عمري دي كلمتي. الراجل ده المفروض يتحط له صوره ببدله وعبايه ويتحط له شريطه اسود. اللي هيتجوزها وهو عنده 70 سنه هيبقى بيتجوزها ليه؟ هيبقى راجل صاحب مزاج. ده انا فادو يا عمري. انا ضرتك يا عمري. ويا عمري دي كلمتي. يا عمري دي كلمتي. انا عندي كلمات كده بكون بهزر بكونش قدام كاميرا يعني وبتاع وكده، بس وانا بهزر عندي كلمات اللي هو ما حد يجي يقول لي مثلا في اللوكيشن يقول لي مثلا ايه استاذ احنا ما عرفناش نعمل كذا، اقول له ليه يا عمري؟ اقول لي يا قلبي. فعمري ويا قلبي دول كلامي، فانا بكتبها كنت بكتبها من عندي يعني. الله يرحمه كمان. محروق ابو صاحب الفضل على كلامه. صاحب الفضل طلبت ان الراجل يتصور ببورنوس، استاذ الممثل المحترم اللي عمل الدور. انا فكرت ان هو تصور الصوره بالشكل ده وهم واقفين في اللوكيشن مساعديني ومعظم الناس حواليا قالوا لي لا ليه الراجل ده المفروض يتحط له صوره ببدله وعبايه ويتحط له شريطه اسود. طب يعني ايه اللي خليني ممكن اتفاعل مع صوره ميت على الحيطه ببدله وعبايه وعليه؟ اعتقد عشان يلفت نظري لازم يكون في حاجه كاتشي، وخاصه ان هو واقف فيه هتكلم عليه طول الوقت. قلت لهم صاحب الفضل ده الشخصيه اللي تتجوز فدوى. فدوى دي ست مدندشه كده وست حلوه وست بالمنظر اللي عملته روجينا. الست دي يعني بالشخصيه دي اللي هيتجوزها وهو عنده 70 سنه هيبقى بيتجوزها ليه؟ هيبقى راجل صاحب مزاج. راجل صاحب المزاج ده اكيد قاعد على البول بالبورنوس والشورت. فعملت صورته بالبورنوس والشورت والشبشب وقاعد كده والحمد لله الصوره بقت ترند يعني، والكاركتر بقت ترند وهي على صورته.